مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. فلدينا معنا زوج اللي غيتكلم على مرض الزوجه ديالو، على المشكل اللي عندها في القلب، يعني اللي هادشي اللي خلاهم انهم يدخلوا المغرب بعد ما كانوا في ليبيا، خلاه انه يسمح في كل شيء، يسمح في خدمته، يسمح في اي حاجه باش يقابل الزوجه ديالو، لان ما بقاش يعني قادره تقدر بوحدها، يعني تبقى بوحدها في الدار ولا تقابل راسها، خاصه وان المرض حتى هو بدوره ما ساعدهاش. ولكن في الاخير يعني ما قادرينش انهم يتكلفوا مصاريف العلاج، ولا كذلك يسدوا مصاريف ديال الكرا، ولا كذلك العديد من الامور والمتطلبات والحاجيات اليوميه ديالهم. انا نسمعوا اليوم، وحنا عندنا امل كبير ان شاء الله في الله سبحانه وتعالى فيكم، انا غنلقاو اللي غيوقف معهم واللي غادي يساعد. واخا خويا ملي كنا عايشين ظروف شويه، ولكن الغربه راه عارفه، ولكن مسموح كنا عايشين مزيان وداكشي، ومن المراه مرضات ليا وداكشي صافي ما عرفت ما ندير، ولقيت الناس المحسنين تما عاونوني وداكشي ساعدوني باش داروا لي التذاكر وداكشي باش نجي ندخل البلاد هنا. ومنين خويا جيت هنا للبلاد ما لقيت حد، تنقاوم وتنعاند وداكشي، ودرت كراريسة في السوق تانا تنعاند فيها شوية. منين جات المرا داكشي تنديها للترويض وداكشي، منين نحقات على واحد التصويرة تاع التلفازة تاع سميتو، لقيت من المحسنين دارها لي وداكشي، مشيت درتها مشيت باش ندير ليها العملية في ميريزكو، باش درت ليها العملية ميريزكو وداكشي صافي تسميت ليها العملية تاعها، جبتها مسكينة دابا رجليها ما تقدرش تحرك وداكشي، ما لقيتش بوحدي انا، وانا عندي سيلاتيك هذاك الشيء ما لقيتش اللي يعاوني فيها، وخاصه بزاف، خاصه اللي هزه، خاصه لابيلانس، خاصه العوي، لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني انتم عارفين كل شيء. جاها الطونسيو طاحت فسميتو، طاحت فجاه مسكينه، ما كان ما بيها ما عليها طاحت لي، ما عرفت كيفاش ندير انا ديك الساعه في الغربه، ما عرفتش انا صحابتها صافي اغمي عليها فما حشاك عوجت ليها، ما كانش زي السدار الا ما تحركتش بوحدي انايا، تنطلب الله سبحانه وتعالى امتى باش تغير توقف شويه، كيفاش باش نجيبها في الطيار ونلقى المحسنين باش نجيبها البلاد، باش لا ديك الساعه بغات جات كلنا ليها، انا بغات تجي ديك الساعه الموت بعدا في ارضها وفي بلادها وقدام مالها وقدام هذاكش. والحمد لله حنا دابا تنديرو، والكمال على الله، وانتم الله يجزيكم بخير، ما انتم تشوفوا كل شيء الله يجزيكم بخير. واخا والسلام عليكم اخويا. كنتو في ليبيا لقيتو اللي يوقف معكم، لقيتو ساعدكم يعني في الغربه؟ الحمد لله شويه بعدا منين شويه ساعدونا وداك الشيء باش جينا، وقفوا معنا وداك الشيء باش تجينا هنا لبلادنا. خمس ما كاينش العائله والصحاب والو، كل واحد وعائله كل حاجه وولادو وعائلته بوحدو هذاك الشيء. عياو انسان واخا تعيا شويه شويه مش مستمر، وهذا المرض مستمر مش محدد ولا حاجه، مش محدد، هما طويل. انا دابا تنعاند فيها اخويا خمس شهور ونص كانت طاحت ليا في ليبيا لهيها، جبتها هنايا دابا 5 سنين وانا نعاند فيها. فاش ديتيها كدير لهنا عند الطبيب باش كيقول لك؟ عندها تنديها للدكتور تاع الراس وتاع تاع القلب، ضروري قال لي خاصها دير العمليه، دير العمليه، درت لها العمليه. دابا منين درت لها العمليه تاع الصمامه تاع القلب، مسكينه دابا رجليها تحشوا ليها ما قادرش تدي، مازال تبغي ترويض فيزيائي وتبي بزاف، تبي حاجات بزاف. يعني شنو كيقولوا لكم يعني ملي كتمشي عندهم، شنو خاصها ديرين غير الترويض؟ ضروري خاصة الترويض، وخاصة قالك خاصك تمشي للميليت، قلت ديك الساعة ما غادي يكتبوا لك في 28 شوف واش غادي يديروا. يعني آخر مرة ديتها ربما باش 3 أيام؟ يلاه ديت التحليلة اليوم، خرجوا لي سونتروم كنت تنعطيها نص حبة، قالوا لي أعطيها دابا ربع الحبة، وعندها الفيزيتا نهار 2، والرونديفو هذا غنشدو غدا إن شاء الله على قبل الترويض. ان شاء الله باش نشوفوا امتى باش نديها على قبل الترويض، ويشوفوها في 28 باش يديروا لها في الترويض، نشوفوا شحال من حصه في النهار، وانا ما استطعتش غادي نديها، ما عنديش طوموبيل، ما عنديش المواصله تاع اسميت، ما عندي عندي الرامين. معاونك بعدا شويه رامين وشويه وصافي، ولكن بالنسبه للدوايات هذاك الشيء كلشي تناخذهم فلوس على المستشفى، شويه هذاك الشيء على الرامين صافي. يعني
السبيطة. انت المرض صعب عليك ما ما كاينش عندي لا بنت لا حتى شي واحد، انا اللي مقابل البيت، انا اللي نغسل الماء، انا اللي نداويها، انا خاصني نقابل ليها الدوايا كل ساعة، كل دقيقة بساعتها. انا ما تنشوفش النوم، خاصني كل ساعة نشوف شحال من الدوايا شفتيهم وليكو الساعة وكل شيء هادشي، فهمتي؟ انا كل شيء تنقوم بهادشي، الا ما درتش شي حاجة ما كاين حتى شي واحد غادي، ما غادي تقدرش، ما تتحركش ياكلها، ما تتحركش لا اليد لا والو، الا اللي صار ما تدي حتى شي حاجه. حتى الكلام مسكينه، راه انت تولي الكامل وهي سهرانه، راسي الدوخه، رجليا حرك ليا رجليا، دير ليا هكا دير هكا ضروري. والكرا كيفاش كديروا؟ كرا اخويا غادي نقول لك، كل واحد تيجيب والله كل محسن شي شويه، بعض المرات ما تنقاو حتى شي حاجه، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما نقدرش نقول. هذاك الشيء اللي كان، لما كانش راه حنا واقفين. يعني حاليا ما كانش لي. ما كانش. واخا انت يعني ما قدرتيش انك تبعد منها ولا تفارقها، لان كما قلت لا 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 ما غاديش، ما نقدرش انا انت. راه موس واحد حنا في الغربة، وقفات معايا مسكينة ملي كانت صحيحة ومن كانت داير، أنا ما غاديش ندير أنا، ولا زيد ماشي ولد سميت، حنا الحمد لله والدينا الله يرحمهم ربونا على الصلة مزيان. فعلا، والمرض ديالك أنت؟ أنا ما تنقدرش أخويا، ولكن ما نقدرش أنا، شنو غادي يهزها ليا؟ تنتحمل والله العالم بيا، والله ما نكذب تنهزها وتنقول الله سبحانه وتعالى عاوني عليها، تتمشى شويه على رجليها. يعني ولو في كسياجي كتهزها؟ واش غادي دي؟ ما كاينش اخويا، حس بيا، ما كاينش اللي غادي يعاوني عليها، ما كاينش اللي غادي يدي. الله يحسن، شنو كتبغي تقول للمحسنين باش يوقفوا؟ واش غادي نقول لهم؟ الله يجازيكم بخير، ها انتم سمعتوا كل شيء، هادشي اللي قلت لكم اللي في قلبي وفي كل شيء، والله يجازيكم بخير، ها انتم ها نضي، كثر خيركم. النمره اللي انتحى حط عندك هي اللي كاين، عطيني بعدا اللي حافظ انت شحال. 07 هادي 07 70 18 83 93 صافي، عطيني. شكرا، الله يبارك فيك. اذا مشاهدينا، كيف ما تبعتوا المشكل اللي عند هاد السيده، كيف ما جا على لسان الزوج ديالها، ني ما بقاش كتقدر تتحرك ولا توقف. كنتمنوا من اي واحد شاف هذا الفيديو هذا ولا حس بهم انه يوقف معهم ويتساعد معهم في الارقام الهاتفيه، الرقم الاول 07 70 18 83 93، والرقم التالي 06 84 17 83 05. كنتمنوا مشاهدينا من اي واحد بغى يوقف مع الاسره هذه يتصل بها في هذه الارقام الهاتفيه. والى هناك ينتهي المباشر الى مباشر اخر ان شاء الله.